نظام الاكاديميه السنه دي احنا بنحاول نحط فيه شويه حاجات كده جديد، فعملنا دوري خاص بالاكاديميه. الاكاديميه ده احنا عندنا فروع كتير في محافظات كلها، فعملنا التصفيات الاول في كل محافظه وطلع الاول من كل محافظه فرقه، واشتغلنا على كل المستويات عشان برضو ما يبقاش حد يتظلم، لان في مستويات مختلفه. اشتغلنا على كل المستويات وعملنا من كل محافظه فرقتين، وجم طبعا احنا في تصفيات النهائيه دلوقتي. استفدنا بالفتره بتاعت نص السنه وعملناها كلها ماتشات بين الولاد في الاكاديميه الاعمار السنيه المختلفه، واحنا دلوقتي في التصفيه النهائيه. عندنا طبعا هنا احنا في زايد موجود، هنا معانا المنصوره، موجود الاسكندريه، موجود معانا الفرع السعديه، وهتلاقي في مدينه نصر بقيه الفروع. فهنعمل تصفيات وفي الاخر كله يلعب بعضه، وفي الاخر ان الولاد كلهم يتحركوا في كل الفروع، كل الناس، كل الولاد في كل المناطق يشوفوا كل الفروع، ما يبقاش الدنيا شغاله ان هو شغال في فرعه بس لا. وكان عندنا الاسبوع اللي فات اسوان كان هنا موجود، وكان عندنا اسيوط كان موجود، وهيجي ان شاء الله الفتره الجايه سوهاج. فاحنا بنحاول ان احنا كل الفروع اللي هي بتمثل النادي الاهلي في كل المحافظات تبقى موجوده معانا، وربنا يكرم ان شاء الله نقدر نعمل لهم حاجات اضافيه جديده، في افكار جديده وفي حريه في الحركه، بنتحرك زي ما احنا عايزين وزي ما انتوا موجودين معانا، وفي مسانده من قناة النادي الأهلي وإعلام النادي الأهلي كله إن احنا نشتغل شغل محترم. احنا بنقدم خدمة للولاد اللي هم عايزين يبقوا موجودين في الأكاديمية، بيتمرنوا في الأكاديمية، والحمد لله السنة دي كمان في تعاون بيننا كبير جدا بينه وبين كابتن فتحي مبروك على مستوى قطاع الناشئين، موجود معانا على طول في كل الفروع، بيشوف الولاد، عينه على طول على الولاد. السنة اللي فاتت عندنا مجموعة اللي هم الكبار في السن، قدرنا إن احنا نعمل ماتشين مع قطاع الناشئين. طبعا بنشكر عليها كابتن فتحي، والولاد كلهم راحوا لعبوا ماتشين مع الناشئين، قسمناهم الموجودين هنا في زايد والموجودين في مدينه نصر لعبوا ماتشين. فدي في حاجات كتيره بتحصل السنه دي، في تعاون بيحصل ما بينه وبين قطاع الناشئين عشان يبقى الولاد كلهم خدوا فرص كتيره، ويبقى طول السنه متشاف عشان يبقى عنده وقت يتعلم حاجات، وبعدين يتشاف في قطاع الناشئين يتعلم حاجات ويتشاف في قطاع الناشئين، عكس طبعا اللي هو بيبقى بيجي اول سنه باختبارات وخلاص لا. انما اللي موجود معانا في الاكاديميه بيبقى موجود طول السنه تحت امر قطاع الناشئين. اكاديميه النادي الاهلي ليها اهداف كتيره جدا، بنحاول نطور في الاداء والتربيه، الكوره مش كل حاجه. النهارده عندنا يوم مهرجان رياضي كبير جدا، بنجمع غالبيه اللعيبه بتوع الاكاديميات، المجموعه بتاعتنا احنا مجموعه المنصورة واسكندرية والسعدية وشيخ زايد. عندنا أعمار النهاردة بالنسبة لمواليد 2010 و11 ألف وبيه، و2004 و2005 ألف وبيه برضه. هنعمل مهرجان إن شاء الله، إن شاء الله يكون الأولاد يكونوا مبسوطين وأولياء الأمور، وبرضه بنطلع لعيبة كويسة المدربين يشوفوا يختاروا برضه اللعبة اللي ممكن تنفع لقطاع الناشئين إن شاء الله بإذن الله. الحمد لله طبعا اختار اللعبة الأول، اللعيب بيجي الأكاديمية بنشوف الأول مستواه وإذا كان إيه أو بي أو سي، من على هذا الأساس بنحدد اللعبة اللي يلعب معها والفترات اللي تلعب معها. بعد كده بنحاول نعمل بقى دوري داخلي للعيبة، نختار منهم اللعبة الكويسة، نحاول نعمل مثلا دورات بينهم وبين بعض وماتشات بينهم وبين بعض او بين اكاديميات تانية خارجيه، بتديهم اكتساب خبرات وبرضه بتكتشف اللعيبه كويس. والنهارده يعتبر دوري داخلي بين الفروع كلها، عملنا تصفياته قبل كده في كل فرع من اول السنه شغالين على الدوري الداخلي، وده يعتبر الدور قبل النهائي. اللي هيكسب النهارده هيلعب على النهائي في شهر 4 ان شاء الله. فاحنا عندنا فروع النهارده اسكندريه والمنصوره والشيخ زايد والسعديه، هنشتغل النهارده ونشتغل يوم الاسبوع الجاي برضو، يوم السبت الجاي ان شاء الله هناخد الجزء الاعمار السنيه الثانيه، وبعد كده هنروح في مدينه نصر ان شاء الله بعد على يوم 9/3 في مدينه نصر وفي السويس وفي حلوان وفي فرع السعديه برضو معانا هناك في مدينه نصر، هنعمل برضو قبل النهائي هناك وبعدين برضو النهائي في شهر 4 ان شاء الله. فده يعتبر من ضمن انشطه الاكاديميه الاساسيه بالنسبه لنا. من خلال الشغل ده بنشوف بقى افضل الناس، افضل لعيبه، بناخد منتخبات الاكاديميه للموسم الجاي، بناخد العناصر المميزه بنوديها لقطاع الناشئين بالنسبه لنا. فيعتبر من ضمن اهداف الاكاديميه اللي هو يعتبر الدور الداخلي. والله واحنا السياسه اللي عامله بالنسبه للاكاديميه هي خدمه قطاع الناشئين، يعني ده رقم واحد بالنسبه للاكاديميه. فاحنا بنجيب من كل الفروع الاكاديميه اللعيبه المميزه، بنعمل لهم منتخبات اسمها منتخبات الاكاديميه على مستوى الجمهوريه،
عندنا بنعمل لهم دوري اسمه دوري الاهلي به، فده يعتبر ان هو رقم 2 لقطاع الناشئين. هو ده الهدف الاساسي من الاكاديميه اصلا، ان اكتشاف المواهب، تنميه المواهب. عندنا طبعا برامج فنيه خاصه بالاعمار بالمرحله العمريه دي وبالمستوى الفني ده، فاحنا بنشتغل على الجزئيه دي حتى نطور الولاد بشكل كويس جدا. فده حاجه بالنسبه لنا يعتبر اساسي في الاكاديميه. اكيد طبعا هي الاكاديميه ليها دور كبير جدا في ان احنا ناهل الولاد. اهم حاجه عندنا ان احنا نعلمهم الاساسيات اللي هي تخليهم واقفين على رجليهم، لان طبعا بيحصل ما بيننا بيبقى في كونكشن بيننا وما بين قطاع الناشئين. بيحصل مثلا زي يوم رياضي كده قطاع الناشئين بيجي يلعبنا، فبنحاول على قد ما نقدر بنجهز لليوم ده بحيث ان شاء الله يعني عدد كبير من الاولاد يكون موجود في قطاع الناشئين ويظهر بصوره كويسه. النهارده طبعا جينا علشان الاحتفال الكبير والمباريات الجميله اللي هتحصل، والدوري الداخلي اللي بين اكاديميات النادي الاهلي. احنا فرع اسكندريه جايين عشان النهارده نلعب في اكاديميه الشيخ زايد، وان شاء الله باذن الله نتمنى ان احنا نكون وصلنا بالمولاد مستوى كويس ويمثل فرع اسكندريه ومدربين فرع اسكندريه. هو النهارده في مشاركه بين الفروع كلها اللي موجوده اكاديميه النادي الاهلي. فرع زايد هنا بيستضيف طبعا فريق زايد، فريق اسكندريه، فريق المنصوره، فريق السعيديه. الاربع فروع دولت النهارده بيبقى فيهم بينهم منافسه، كل فرقه تقريبا بتلعب مباراتين، وبعدين لسه في الاسبوع الجاي برضو في باقي الفرق هتلعب. عندنا النهارده هيبقى في مواليد 2004 2005 2010 2011. كل فرع جايب فرقتين، فريق ألف وفريق ب. بيحصل بيننا تنافس، وفي الاخر ان شاء الله بنصفي بنلعب النهائيات في مدينه نصر ان شاء الله. طبعا البطوله دي مهمه جدا، يعني بيحصل احتكاك كويس جدا بين الفرق وبعضها وبين الفروع كلنا مع بعضينا. كل فرع بيظهر فيه المجموعه المميزه فيه وبيظهر المجموعه المميزه فيها، وفي الاخر بيحصل الاحتكاك بين كل المجاميع. في الاخر بيبان العناصر المميزه في كل الفروع في النادي الاهلي. ان شاء الله هنكسب، وانا هجيب ان شاء الله هاتريك، واحنا لعبنا فرق كتير. انا في الدوره بتاعتنا انا جبت 11 هدف. الاكاديميات كلها مستوى واحد، احنا الاهلي برضو في الاول وفي الاخر، وحاجه كويسه ان يبقى في تنافس بين الاكاديميات وكده عشان باذن الله قطاع الناشئين يستفاد من الناس دي. طبعا نفسنا نشرف الاكاديميه ونشرف اسمنا يبقى معروف يعني وسط الاكاديميات الثانيه. عندنا عناصر مميزه جدا، عندنا لعيبه تستحق تلعب في دوريات وكده، وباذن الله اللي جاي احسن.